أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة. وحلقة النهاردة هنكمل فيها شرح مادة الحاسب الآلي للصف الأول التجاري. يا رب تكونوا إن شاء الله كده اكتستوا مادة الحاسب الآلي وتفوق في الترم الأول، وخلصنا على خير مع بعض برنامج الوورد 2010. والنهاردة هنبدأ برنامج جديد خالص اسمه برنامج الباوربوينت 2010. برنامج الباوربوينت 2010 برنامج جميل جدا وشيق جدا، بيشبه برنامج الوورد في حاجات معينة وبيختلف عنه في حاجات معينة. هديكم بنبذة مختصرة كده قبل ما هبدأ معاكم علشان نتعرف على برنامج الباوربوينت. برنامج الباوربوينت بيشبه برنامج الوورد في طريقة الكتابة، بتكون طريقة واحدة. ممكن احط فيه الصور بيكتشرز، احط الجداول، احط الرسومات البيانية بنفس الطريقة اللي كنت بحط بيها في برنامج الوورد، ما بتختلفش على عمليات الإدراج هنا. بيختلف معاه كمان ده كده بيتشابه معاه، بيختلف معاه في ان في برنامج الوورد كنا بنشتغل في دوكيومنتس مستند، لكن في برنامج الباوربوينت انا مش هشتغل في مستند، مش هقول عليه مستند، هقول عليه عرض تقديمي بريزنتيشن. في برنامج الوورد كنا بنشتغل في صفحة بيج، لكن في برنامج الباوربوينت هنشتغل على السلايد شرايح. كمان في برنامج كنت بحط الصور والرسومات، لكن ما كنتش بقدر اعمل لهم انيميشن. انيميشن دي معناها حركات معينة بعملها، لكن في برنامج الباوربوينت هقدر اعمل انيميشن للصور بتاعتي، حركات. الحركات دي ممكن تكون حركة بتتعمل للشريحة ككل، وممكن تكون كاستم انيميشن، حركات مخصصة تتعمل للعناصر اللي موجودة بداخل الشريحة. هو بيتشابه معاه في حاجات وبيختلف معاه في حاجات، بس تشابهه بيكون كبير جدا وإمكانياته إمكانياته حلوة جدا. وانتوا تبصوا في البرنامج ده لأنكم هتشوفوا ازاي بتحطوا صور وتعملوا عليها عملية الانيميشن، وازاي بتحطوا الأفلام والفيديوهات، فهنشتغل عليه شغل حلو قوي. هنبدأ بقى مع بعض برنامج الباوربوينت 2010. أول حاجة هنتكلم مقدمة عن البرنامج اللي أنا قلتها دلوقتي. أحد التطبيقات اللي أنتجتها شركة مايكروسوفت، دي شركة مايكروسوفت اللي أنتجت لنا برنامج الوورد، بيستخدم لإنشاء العروض التقديمية وتقديم الأفكار في صورة عروض، يعني بريزنتيشن زي ما قلنا. كمان بكتب فيه على شكل شرايح سلايدز، فيها المحتويات اللي احنا عايزين نقلها للناس اللي هنعرض عليهم البريزنتيشن بتاعتنا. بيخليني اقدر انشئ عروض واحط فيها النصوص بتاعتي، واحط الصور، الرسومات البيانيه، الاشكال المتحركه، بحط الفيديو، بحط المؤثرات الانتقاليه والحركيه للشرايح. هنعرف كده مع بعض ونشوف يعني ايه عرض تقديمي. انا عمال اتكلم واقول عروض تقديميه بريزنتيشن، هنشوف يعني ايه العروض التقديميه. عرض تقديمي معناه عدد من الشرايح اللي هي السلايدز بيتم عرضها بتنسيق معين، ده تعريف كلمة العرض التقديم. طب يا ترى ايه مميزات برنامج الباوربوينت 2010 اللي هتخليني استخدمه؟ اول حاجة ان هو بيشتغل تحت بيئة الويندوز الرسومية، طبعا بما متوفر فيها من اشكال ورسومات، هي بيئة جذابة وشيقة واشرطة ادوات. كمان تاني حاجة ان هو بيخليني اقدر انتج عروض جذابة اللي هو العرض التقديمي، واكتر فعالية اكتر فعالية لان بحط عليها التأثيرات اللي هتديها شكل جمالي. كمان بتخليني ان انا انشر العروض بتاعتي على شبكة الانترنت. بتوفر لي قوالب وتنسيقات بتكون جاهزة، بيكون فيها متنسقة جاهزة للناس اللي هم بيكونوا لسه مبتدئين جديد في برنامج الباور، وما عندهمش اي خلفية عن برنامج الباور، وما بيقدروش يصمموا احترافية. فدي بتبقى قوالب جاهزة انا بستخدمها وبكمل فيها الكلام، بكمل فيها النصوص بتاعتي زي ما هنشوف مع بعض في طريقة انشاء. ده كان مميزات برنامج الباوربوينت بصفة عامة. هنزيل نشوف مع بعض بقى ايه مميزات الجديدة اللي جات في برنامج الباوربوينت، الجديد في برنامج الباوربوينت 2010. اول حاجة امكانية التقاط صور لسطح المكتب، اقدر ان انا التقط صورة معينة لسطح المكتب وانا شغالة في برنامج الباوربوينت. امكانية تحويل العرض التقديمي لملف فيديو، بعد ما بننشئ العرض التقديمي بتاعي ممكن ان انا اخد العرض بتاعي واحوله لملف فيديو يشتغل على انه فيديو.
إمكانية دمج ملفات الصوت اللي هي الـ MP3 في العرض. يعني أنا عندي ملف صوت في مثلا وليكن زي أغنية أو زي مقطع صوتي، أنا بقدر إن أنا أحطه أدمجه في برنامج الباور بوينت. ممكن كمان إن أنا أضيف أدوات جديدة علشان أضيف أعمل عملية تحرير للفيديو بتاعي علشان يطلع بشكل أفضل ويكون الفيديو بتاعي شكله جذاب، وأقدر إن أنا أعدل فيه وأدخل عليه تأثيرات معينة. كمان إن هو بيوفر لي تأثيرات انضباطية، بعمل عملية ترانزيشنز بتكون جذابة جدا للشرايح. يعني هتلاقوا إحنا شغالين عمالين الشرايح بتاعتنا ما بين الشريحة والشريحة، كل شريحة بتتحرك بحركة معينة وبوقت معين إحنا هنحدده مثلا للشريحة زي ما هنبدأ ونشوف في شغل العملي. فبيخليني أقدر أحط التأثيرات الانتقالية اللي هي بنقول عليها ترانزيشنز. كمان بيوفر أدوات تصميم جيدة، الخطوط بتاعته في أنا أضيف خطوط بتديني منظر جذاب في الكتابة، في سمات جديدة نزلت فيه اللي هي السيمز. كمان في ميزة حلوة قوي إن هو هيرجعني لقائمة ملف، إحنا بنقول دايما على القائمة في الإصدارات الجديدة بنقول عليها تابة، لكن هنا هيرجعني لقائمة ملف لأنه لما هضغط على فايل هتفتح لي مجموعة من الأوامر زي ما هنشوفها في العملي. بيوفر كتير قائمة فايل، بتوفر لي خيارات كتيرة زي الحفظ والطباعة وخيارات أخرى هنشوفها مع بعضنا. كمان المعاينة الحية، يعني هنقدر نعمل تغييرات في البرزنتيشن اللي احنا شغالين فيه، وقبل ما هطبع هقدر اتفرج على التغييرات اللي انا عملتها، دي بنقول عليها المعاينة الحية. هنبدأ نشوف مع بعضينا بقى طرق تشغيل البرنامج. تشغيل برنامج الباوربوينت ما بيختلفش خالص عن تشغيل اي برنامج تحت برامج المايكروسوفت اوفيس، نفس الطريقتين اللي احنا تعلمناهم في برنامج الوورد. لما قلنا الطريقة الاولى من الجزء الابس اللي موجود في ويندوز 8.1، دي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية ان انا بستخدم اداة البحث اللي هي سيرش. فنفس الطريقتين اللي احنا اشتغلنا بيهم في برنامج الوورد وحملنا بيهم برنامج الوورد هما نفسهم اللي هنحمل بيهم برنامج الباور، ما فيهمش اي اختلاف. فبنقول فيها اول طريقة من شاشة ويندوز 8.1 في جزء التطبيقات اللي هي الأبس بيتم اختيار البرنامج، دي أول طريقة. الطريقة الثانية إن أنا بكتب اسم البرنامج من خلال أداة البحث اللي هي السيرش في الشاشة الرئيسية الويندوز 8.1. كده شفنا إيه هي مميزات البرنامج، شفت إزاي نحمل البرنامج، إيه هو جديد في برنامج الباوربوينت. تعالوا مع بعض نتعرف على مكونات البرنامج. برضو مكونات البرنامج مش هتختلف عن مكونات برنامج الوورد اللي أخدناها مع بعض قبل كده. هنشوف مع بعض المكونات بالتفصيل في برنامج الباوربوينت. مكونات البرنامج، أنا رسم لكم الرسمة هي زي ما موجودة في كتاب المدرسة. ده منظر شكل الشاشة الافتتاحية للبرنامج بتاعنا، بيتكون من ايه؟ اول حاجة من فوق خالص ده شريط العنوان اللي بنقول عليه تايتل بار، شريط العنوان. شريط العنوان على يمينه مفاتيح التكبير والتصغير والإغلاق، علامة اكس دي اللي احنا متعودين عليها بتعمل عملية كلوز او بتنهي البرنامج بتاعي، وبعدين عندنا الأداة على شكل مربع بتعمل عملية ريستور، يعني بتسترجع للنافذة بتاعتي لحجمها الأصلي. علامة الماينس أو الناقص الصغيرة اللي احنا شايفينها دي بتصغر النافذة، ده التايتل بار. على شماله في الكويك أكسس تول بار اللي بنقول عليه شريط أدوات الوصول السريع، وده بيبقى موجود في مجموعة من الكوماندز أو الأوامر اللي بتخليني أنفذ النص بتاعي أو أن أنا أنفذ أوامر معينة بشكل أسرع. في كمان ميزة ان انا بقدر اضيف اوامر جديدة او اشيل اوامر انا مش عايزاها في الكويك بار. الجزء الثاني اللي بعد كده على طول بعد التايتل بار عندنا شريط التبويبات اللي بنقول عليه التاب بار. شريط التبويبات بيتكون من مجموعة من التابات زي ما انتم شايفينها كده، التابة فايل هوم، بعد كده عندنا التابة سيرت الديزاين، عندنا التابة اللي بعديها اللي هي والانيميشن، في مجموعة من التابات اللي هنشوفها مع بعض لما نحمل البرنامج. بس انا بديكم سريعة عن المكونات وعن الشكل اللي هنشوفه لما نبدأ نشتغل دلوقتي العمل. كل تابة من دول لما بضغط عليها بتديني ريبون، يبقى
بيتكون رقم 3 اللي هو شريط الريبون. شريط الريبون ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الادوات بتساعدني في الشغل بتاعي زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. يبقى اول حاجة التايتل بار، شريط العنوان، وبعدين التابات او شريط التبويبات، وبعدين عندنا الريبون، شريط الريبون. بعد شريط الريبون على طول التابة فايل دي واخدين لها تبويب جديد لوحديها او حطينها في مجموعة جديدة لوحديها، هنشوفها بالتفصيل. بعد كده عندنا على طول جزء اسمه جزء الشرايح. الجزء ده اسمه جزء الشرايح، ده بيتكون من تبويبين، تبويب الشرايح وتبويب مخطط تفصيلي. قدامه على طول عندنا المسطرة، دي المسطرة الرأسية والمسطرة الأفقية، والجزء الأبيض ده منطقة العمل بتاعتي. من تحت عندنا شريط الحالة اللي هو الستاتس بار، وعندنا جزء الملاحظات. ده الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي لما هنشتغل مع بعض العمل. بدأ يشرح ويقول بالتفصيل ايه هي المكونات دي، او مكون بقى هنتكلم عنه بالتفصيل عشان الجزء النظري اللي نمتحنه نظري وعملي. فالإجابة على السؤال اللي هي مكونات برنامج الباوربوينت هنقول بالتفصيل: واحد، شريط العنوان اللي هو بيحتوي على اسم البرنامج واسم الملف المفتوح. يعني ايه اسم البرنامج واسم الملف المفتوح؟ يعني من فوق كده هنشوف ان البرنامج بتاعنا اسمه برنامج الباوربوينت 2010، وجنبيها تلاقي ما بين قوسين كلمة بريزنتيشن 1 بمعنى العرض التقديمي الاول. كده اسم البرنامج بتاعنا واسم الملف المفتوح. اول ما هتشتغل على الملف ده اللي هو البريزنتيشن وتبدأ تعمل الشغل بتاعك هتحفظه، كلمة بريزنتيشن 1 هتتغير للاسم اللي انت هتحفظ بيه. ده المقصود بكلمة ان شريط العنوان بيحتوي على اسم البرنامج واسم الملف المفتوح في البرنامج، علشان تبقوا فاهمين كل حاجة بتدرسوها معناها ايه بالتفصيل. كمان بيبقى فيه أزرار التكبير والتصغير والإغلاق زي ما وريتها لكم دلوقتي. تاني حاجة شريط التبويبات اللي هي التاب بار، بيحتوي على أسماء التبويبات، كل تبويب عبارة عن شريط من الأشرطة. ثالث مكون عندنا شريط أدوات الوصول السريع اللي هو الكويك أكسس تول بار، اللي كان موجود قدامنا في الركن الأيسر اللي احنا شفناه دلوقتي وهنشوفه في العمل. رقم 4 اللي هو بنقول عليه الريبون، شريط الريبون ده شريط كبير اللي هو بيبقى فيه ايه. شريط الريبون بيبقى فيه الأوامر، وده بيختلف باختلاف التابة اللي أنا ببقى واقفة عليها. شريط الريبون لما بحب أظهره أو بخفيه بضغط على كنترول مع F1، وده سؤال ممكن يجي من أسئلة النظري يقول لك لإخفاء وإظهار شريط الريبون بنضغط على مفاتيح نقط، فهنكتب كنترول زائد F1. يبقى كنترول مع F1 وظيفته إيه؟ إن هو بيخفي أو بيظهر شريط الريبون. المكون رقم 5 اللي هي المسطرة الأفقية والرأسية، ودي بتحدد لنا الهوامش. وعلى فكرة ممكن تحمل برنامج الباوربوينت وما تلاقيش فيه المسطرة الأفقية والرأسية، دي بتبقى حاجة اختيارية. يعني في ممكن ناس بتشيل المسطرة علشان يبقى عندها مساحة أكبر للعمل تقدر تشتغل براحتها، وممكن في ناس بتحطها، فدي حاجة بتبقى اختيارية. ممكن بنشيلها ونحطها عادي خالص من التابة فايل، زي ما هنشوف بعد كده ازاي بنحط وبنشيل حاجات معينة في البرنامج. رقم 6 منطقة العمل، ودي من خلالها بقدر ان انا اتعامل مع الشريحة بتاعتي واقدر اكتب. يعني دي المنطقة اللي بتكون مخصصة ليا اللي انا بوقف المؤشر الكتابة فيها، وبقدر ان انا اشتغل واكتب في المنطقة دي. دي كانت رقم 6. رقم 7 اللي هي لوحة الملاحظات او جزء الملاحظات، وجزء الملاحظات ده بيبقى حاجة من الاشياء الجديدة اللي جات في برنامج الباوربوينت. ده بيبقى جزء اسفل الشريحة بنكتب فيها الملاحظات اللي احنا عايزين نشرحها، لو كان في تعليق زيادة مثلا عايزين نكتبه على النص اللي احنا كاتبينه، فبنقف تحت في جزء الملاحظات بتاعنا وبنكتب التعليق او ملحوظة اللي احنا عايزين نكتبها. ده اللي هو جزء الملاحظات، ده رقم 7. رقم 8 عندنا جزء الشرايح اللي هو بنقول عليه بيظهر في العرض العادي. الجزء ده ما بيظهرش طول ما احنا شغالين في عرض غير العرض العادي، لان احنا عندنا انماط العرض بتاعتنا، انماط كتير هنتعرف عليها بالتفصيل. لكن الجزء ده ما بيظهرش غير واحنا شغالين في العرض العادي، وده بيحتوي على تبويبين، تبويب بنقول عليه تبويب الشرايح وتبويب مخطط تفصيل. ده اللي هو الجزء رقم 8.
بيتكون من تبويبين، تبويب الاول تبويب الشرايح اللي بنسميه السلايد، وده بيديني صوره مصغره للعرض بتاعي، بنلاقي فيه الشرايح بتاعتي بقت بصوره مصغره علشان اقدر ان انا اتحكم في الكلام اللي مكتوب فيها، اقدر اضيف واقدر احذف زي ما انا عايز. التبويب الثاني اسمه التبويب مخطط تفصيل اللي هو الاوت لاين، وده بستخدمه علشان ارتب فيه الافكار بتاعتي واحط الشرايح فيه بطريقه معينه بيظهر فيها المحتوى بس، لكن لو كان عندنا صور او عندنا اي حاجه ما بتظهرش فيه، انا بيظهر عندي فيه محتوى النص، فده اللي بنقول عليه تبويب مخطط تفصيل. الرسومات والصور ما بتظهرش في التبويب ده زي ما قلت لكم، اللي بتظهر في التبويب بتاعي اللي هو اسمه مخطط تفصيل. شريط الحالة اللي هو الستاتس بار ده المكون رقم 9، وده بيبقى فيه معلومات عن العرض التقديمي بتاعي زي مثلا اللغة اللي بستخدمها ايه، رقم الشريحة اللي انا عليها، عدد الشرايح كلها، وكمان الزوم ان والزوم اوت اللي هستخدمه علشان اكبر بيه طريقة العرض. هنبدأ كده، أنا خلصت معاكم المكونات بتاعة البرنامج، خلصناها كجزء نظري، هنشوفها مع بعضينا في الشكل العملي. التدريب الأول، أنا هحمل معاكم البرنامج من ستارت جزء الأبس، حملت برنامج الباوربوينت زي ما انتوا شايفين، أو الطريقة التانية إن أنا راجع في جزء سيرش العدد وبكتب اسم البرنامج. ظهر معايا البرنامج بالمنظر ده، ده شريط العنوان اللي انا قلت لكم عليه اهو، مكتوب فيه اسم البرنامج باوربوينت وبرزنتيشن 1 يعني العرض الاول، ودي مفاتيح التكبير والتصغير اللي اتكلمنا عنها. الناحية الشمال هنا عندنا الكويك اكسس تول بار، هنفتحه في مجموعة من الاوامر، ممكن اضيف اوامر تانية من مور كوماندز، مثلا انا عايزة اضيف الأداة كوبي هضغط عليها أو الكات زي ما انتوا عايزين، وبنضغط على الأداة نلاقيها اتضافت عندنا هنا، وهنقول أوكي هتضاف عندنا في الكويك أكسس تول بار. تاني مكون زي ما انتوا شايفين شريط التابات أو التبويبات اللي بيتكون من مجموعة من التبويبات اهي، زي الريفيو والريفيو سلايد شو الهوم الانسيرت الديزاين. لما بقف على الهوم بيظهر شريط الريبون الخاص بيها اللي بيتكون من مجموعة من الأوامر متقسمة لمجموعات جروبز، مجموعة السلايد مثلا، مجموعة الفونت، مجموعة الباراجراف، مجموعة مثلا الدروينج الرسم الإديتينج. يبقى الشريط بتاعي متقسم لمجموعات، هضغط على التابة انسيرت، نفس الكلام ظهر عندي الشريط بتاعي برضو متقسم لمجموعات بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه، مجموعة التكست اهي، مجموعة السيمبولز، الميديا دي اللي بتبقى خاصة بالفيديو، هضغط على الديزاين ظهر عندي الريبون برضو نفس الكلام، في عندنا مجموعة البيج سيت اب، وعندي مجموعة الزيمز، وعندي المجموعة بتاع الباك جراوند اللي هي خاصة بالخلفية، التابة Transitions فيها البريفيو، فيها الترانزيشن تو ذس سلايد المجموعات بتاعتي يعني اللي موجوده، فيها التايمينج اللي هي بتبقى خاصه بضبط الوقت، تابة انيميشن ضغطت عليها فيها البريفيو، فيها مجموعه الانيميشن الحركات بتاعتنا وفيها الادفانسد حركات تانية متقدمه، عندنا السلايد شو فيها الستارت سلايد شو مجموعة خاصة بالشرايح، وعندنا المونيتور وعندنا السيت اب، وادي عندنا التابة ريفيو فيها البروفينج وفيها اللانجوج والكومندز ومجموعة الكومبير، عندنا التابة فيو برضو نفس الكلام متقسمة لمجموعات، مجموعة خاصة بالسلايد، مجموعة خاصة بالألوان، بالويندو، بالماكرو. يبقى كل تابة زي ما انتوا شايفينها متقسمة، اول ما بضغط على الريبون بتتقسم معايا بالطريقة دي. ضغطنا هنا على الجزء ده، شايفين معايا الجزء ده اللي هو فيه المسطرة، في اجهزة بيبقى فيها المسطرة وفي اجهزة ما فيهاش، والجزء ده اللي هو جزء الشرايح بينقسم الى السلايد والاوت لاين.
وهنا المنطقة بتاعتي دي اللي بنقول عليها منطقة العمل اللي انا بقف بيها بالمؤشر وبكتب. هنا عندنا click to add notice، هنا اضغط علشان تكتب الملحوظة بتاعتك، ده جزء الملاحظات اللي بقف فيه واكتب الملحوظة. ده شريط الحالة اسفل النافذة، بيبقى فيه ايه شريط الحالة، بيبقى فيه الزوم ان والزوم اوت وانماط العرض النورمال والسلايد سورتر ونمط الريدنج القراءة والنمط السلايد شو، دي انماط العرض، ودي الزوم اوت اللي بيعمل زوم اوت للشاشة، والزوم ان اللي بيكبر شاشة العرض بتاعتي. ده كده مكونات البرنامج اخدناها بالتفصيل. بعد كده عندنا انماط العرض اللي كانت موجودة في شريط الحالة في الستاتس بار. انا قلت لكم ان عندنا انماط عرض كتير في البرنامج ده، عندنا عرض الشرايح وعندنا عرض القراءة او نمط القراءة، كل دي انماط للعروض. تعالوا نتعرف عليها بالتفصيل ونشوف ازاي هنتعامل معاها وازاي هنستغل كل نمط فيه علشان نظهر العرض بتاعنا بطريقة جذابة وشيقة. بيقولك يوجد اكتر من نمط لعرض الشرايح، دي بتساعدنا على انشاء العروض. اول حاجة ازاي انا بتنقل لانماط العرض، بتنقل لانماط العرض بطريقتين. عندنا الطريقة الاولى من الجزء اللي هو شريط الحالة اللي موجود من تحت، ده بيخليني ان انا اختار نمط العرض اللي انا عايزاه. والطريقة التانية من التبويب فيو. اول نمط عندنا ده النمط العرض العادي اللي بنقول عليه النورمال فيو. نمط العرض العادي ده النمط المخصص اللي انا بكتب فيه الشرايح بتاعتي، بيكون متاح لي ان انا بقف وبكتب الشرايح، بنسق الخط واكبر واغير في الخط زي ما بعمل في الوورد، لو عايزة احط صورة، لو عايزة احط اي نوع من انواع الادراجات بحطها في النمط العادي. يبقى ده اول نوع من انماط العرض. عندنا النمط الثاني نمط بنقول عليه عرض فارز الشرايح اللي هو السلايد سورتر فيو، وده بيظهر لي الشرايح بشكل مصغر، هتلاقي الشرايح كلها اتجمعت جنب بعض بشكل صغير كأنها صور صغيرة، والعرض ده بيخليني اقدر انقل الشرايح من مكان لمكان، اقدر انسخ الشرايح بتاعتي لانها بتكون كلها متجمعة جنب بعض زي الصور الصغيرة، فبيسهل علي عملية النسخ وعملية النقل زي ما هنشوف في الشغل العملي. العرض رقم 3 ده عرض القراءة، وده انا بستخدمه علشان احول العرض كله اخليه بملء الشاشة علشان تناسب العرض اللي انا شغالة عليه، ده بنقول عليه عرض القراءة اللي هو reading view. العرض رقم 4 اللي هو slide show view اللي هو عرض الشرايح، ده الشاشة كلها بتظهر بيها العرض كامل، ودي انسب طريقة انا بعد ما بخلص العرض بتاعي كله وبعد ما بحط فيه التأثيرات بتاعتي واحط الصور واعمل الانيميشن، سواء الانيميشن للعناصر اللي موجودة جوه العرض او للحركات اللي بعملها على الشرايح ككل، انا ببدأ بعد كده بعرض العرض بتاعي عن طريق عرض الشرايح، وده انسب عرض بيظهر في الافلام والفيديوهات، كل الحاجات المؤثرات اللي انا بحطها في العرض بتاعي بتظهر في العرض ده اللي هو عرض الشرايح. العرض الخامس ده بنقول عليه عرض صفحة الملاحظات اللي هو النوتس بيج فيو، وده بيجيب لي شكل الشريحة وفيها جزء الملاحظات بتاعتي مكتوب فيها الملاحظات اللي انا كنت عاملاها، وبتعامل مع الملاحظة على انها صفحة اقدر اطبعها بعد كده. هنشوف مع بعض تدريب على التنقل ما بين انماط العرض. هبدأ اتنقل ما بين انماط العرض بتاعتي اهو من شريط الستاتس بار. عندنا انماط العرض، هضغط على نمط السورتر اللي هو عرض فارز الشرايح، شايفين جاب لي الشرايح ازاي، جاب لي الشرايح جنب بعض، ودي نمط الريدنج فيو اللي هو نمط القراءة، جاب لي العرض بتاعي بملء الصفحة. النمط اللي بعده اللي هو نمط السلايد شو، جاب العرض بكامل الشاشة زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بخرج من العرض بسكيب، والنورمال ده اللي انا ببقى واقفة عليه. ممكن اتنقل كمان من التابة فيو، هنروح للجزء بتاع البرزنتيشن فيو، عندنا النورمال والسلايد سورتر وعندنا النوتس، ده النمط الملاحظات
جاب لنا جزء الملاحظات الشريحة، وأسفل الشريحة جزء الملاحظات زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، ده بنقول عليه جزء الملاحظات. هنقف في جزء الملاحظات وهنكتب الملحوظة اللي احنا عايزينها. كده يبقى انا عرفت ازاي بتنقل ما بين انماط العرض المختلفة، اما عن طريق شريط الستاتس بار من تحت او عن طريق التابة فيو. هنتكلم بعد كده عن التبويب فايل. التبويب فايل بنقول عليه كان بيطلق عليه في الاول قائمة فايل، دي بنقول عليها منطقة ما وراء الكواليس اللي هي الباك ستيج بتاعتي، ودي بتخليني اوصل للاوامر بطريقة سريعة، لانها كانت في الاول في الاصدارات القديمة خالص كانوا بيقولوا عليها قائمة فايل، وكنت بفتح قائمة فايل كنت بلاقي فيها مجموعة من الاوامر زي امر النسخ الكوبي وزي البيست وبقية الاوامر اللي انا كنت بستخدمها، ده كان في الاصدارات القديمة. لكن في الاصدار الجديد بقت تابة منفصلة، وبضغط عليها ما بتدينيش ريبون، لا دي بتديني مجموعة من الاوامر، فعشان كده هما بيقولوا انها بتفكرنا بالقائمة القديمة اللي هي قائمة فايل. هنشوف تدريب مع بعض كده. ده البرنامج بتاعنا، هنضغط على التابة فايل. تابة فايل لما بفتحها فيها مجموعة الاوامر سيف، سيف از، وعندنا الاوبن، الكلوز، الانفورميشن، الريسنت، النيو، البرنت، الهيلب، الاوبشن، الاكزيت. دي كلها الكوماندز او الاوامر اللي موجودة في التابة فايل اهي زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. فاتحولت هنا من مجرد قائمة الى تابة فيها مجموعة كبيرة من الاوامر، عشان كده قلنا ان هي بتفكرنا بالاصدارات. هنا بنتكلم على جزئية تانية، ايه هي التبويبات بقى الاساسية؟ سؤال في النظري، ايه التبويبات الاساسية اللي موجودة في برنامج العروض التقديمية؟ احنا عندنا تبويبات رئيسية هنشوفها مع بعض اللي احنا شرحناها في العملي وفي النظري، هنلخصهم. عندنا التابة الرئيسية هوم، عندنا الانسيرت اللي هي الادراج، التصميم اللي هي الديزاين، ترانزيشنز اللي هي خاصة بالحركات للشرايح، وعندنا الانيميشن، عندنا عرض الشرايح اللي هي السلايد شو، وعندنا التابة مراجعة اللي هي الريفيو، وعندنا التابة عرض اللي هي الفيو. بعد كده هنشوف مع بعض ازاي بنخرج من البرنامج. علشان اخرج من برنامج الباوربوينت نفس الطريقة اللي بخرج بيها من اي برنامج من ضمن حزمة الاوفيس، زي بالظبط ما خرجت من برنامج الوورد بنفس الطريقة، ما فيهاش اي اختلاف. هنشوفها كده مع بعض. في عندنا ثلاث طرق ممكن اخرج بيهم من البرنامج، اما ان انا بضغط على قائمة او التابة فايل واضغط منها على اكزيت، او ان انا بضغط على مفاتيح الت اف 4 من لوحة المفاتيح، او ان انا بضغط على زر الانهاء اللي موجود في شريط العنوان. يبقى دول الثلاث طرق الاساسيين اللي بنهي بيهم او بخرج بيهم من برنامج الباوربوينت. نشوف كده مع بعض تدريب ازاي بننهي بيه الشغل ببرنامج الباوربوينت. من التابة فايل هنزل اختار منها اكزيت، دي اول طريقة. هيجيب لي صندوق حواري بيقول لي هتحفظ او مش هتحفظ او هتكنسل الامر خالص، فانا دلوقتي هكنسل علشان اقول لكم الطريقة التانية. الطريقة التانية اهي من علامة الاغلاق كلوز اللي موجودة في شريط العنوان، وبرضو اداني نفس الصندوق الحواري هتحفظ او مش هتحفظ او هتكنسل الامر. انا خرجت بدون حفظ ووصلت لسطح المكتب، او الطريقة الثالثة طبعا اللي هي المفاتيح الت اف 4. اللي بعد كده احنا خلصنا كده الفصل الاول كله، هندخل على الفصل الثاني. الفصل الثاني بيتكلم عن انشاء العروض التقديمية. هنبدأ بقى في الجزئية بتاعتنا ازاي نتعلم ننشئ عرض تقديمي اللي هو البريزنتيشن. هنشوف مع بعض. قبل ما هنشئ العرض بيقول ان في حاجات معينة لازم نحطها في الاعتبار قبل ما ننشئ العرض التقديمي بتاعنا. زي ايه؟ ان انا احدد رؤيتي للعرض، انا العرض ده هعمله ليه، ايه المقصود بيه، احدد المحتويات والموضوعات، ايه الموضوع اللي انا هتكلم عنه، ايه العناوين الاساسية بتاعتي، الافكار بتاعتي لازم انظمها وارتبها بطريقة معينة علشان العرض بتاعي يطلع عرض شيق وجذاب.
في عناصر تانية المفروض ان انا برضو بحطها في الاعتبار، زي عدد الشرايح اللازمة للعرض، يعني العرض بتاعي هيتكون من كام شريحة بالظبط، زمن العرض لما هاجي اعرض العرض بتاعي قدام الناس اللي انا هفرجهم عليه زمن العرض بتاعي هيكون قد ايه بالظبط، العنوان الرئيسي هيكون ايه والعنوان الفرعي بتاعي هيكون ايه. كل دي من الحاجات اللي بحطها في الاعتبار علشان انشئ عرض تقديمي جيد. كمان ان انا احط الصور بتاعتي والافلام والاصوات والاشكال التلقائية، كل الكلام ده لازم اكون مجهزة قبل ما اعمل العرض بتاعي، وابقى عارفة كويس قوي ايه الصور اللي انا هحطها، ايه الاشكال التلقائية اللي هستعين بيها. كمان بختار الوان النصوص بتاعتي، الخلفية هتظهر ازاي، النص بتاعي هيظهر مكتوب ازاي، التأثيرات كمان دي اهم حاجة اللي هحطها في العرض بتاعي هتبقى عاملة ازاي. ندخل على طرق انشاء العروض التقديمية. هنشئ عرض تقديمي، في عندي طريقتين بنشئ بيهم العرض التقديمي. ممكن انشئ عرض تقديمي بطريقة اسمها طريقة الشرايح الفارغة، وممكن انشئ عرض تقديمي بالاعتماد على قالب موجود عندي اساسا. انا باخد القالب ده في كل التصميمات والتنسيقات بتاعتي وباخده جاهز، وانا مجرد ان انا بغير فيه، وده بيناسب الناس اللي هم المبتدئين اللي ما عندهمش خلفية جامدة في شغل التصميم والكلام ده كله. يبقى اذا انا عندي طريقتين اساسيتين هنشئ بيهم عرض تقديم، اما ان انا هنشئ البرزنتيشن بتاعي عن طريق الشرائح الفارغة او عن طريق قالب التصميم. هنشوف مع بعض اول طريقة انشاء عرض تقديمي جديد باستخدام شرائح فارغة. العرض التقديمي الفارغ طبعا ما بيبقاش فيه اي عناصر خالص، لو انا اشتغلت على الطريقة دي الشرايح بتاعتي اللي انا هحطها بتبقى شرايح فاضية، وانا اللي ببدأ اكتب النص بتاعي وبضيف العناصر اللي انا عايز احطها وبحط الصور والرسومات، وانا اللي بظبط الخلفيات وبختار المؤثرات. اذا انا العرض بتاعي بطريقة الشرايح الفارغة انا اللي بصمم العرض من الالف للياء، بنحط الشرايح وبنختار تخطيط الشريحة المناسبة، لان مش اي شريحة ينفع اكتب فيها، في شريحة زي ما هنشوف مع بعض بتكون شريحة مصممة انها يكتب فيها عنوان فقط تايتل بس، وفي شريحة بتكون فيها عنوان وبيكون فيها محتويات، وشريحة بتكون فارغة. اذا عندي انواع كتير جدا من الشرايح، فطريقة انشاء عرض تقديمي بالشرايح الفارغة بتخليني ان انا انشئ العرض من الالف للياء زي ما قلت لكم، بحط النص اللي انا عايزاه وبختار التنسيقات اللي انا عايزاها واحط الصور والرسومات، ودي الطريقة اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي وهنشوفها مع بعض. علشان انشئ عرض تقديمي باستخدام الشرايح الفارغة بشتغل على التابة فايل، وبختار منها طبعا الامر نيو، او ان انا بضغط على الكنترول مع الان، وببدأ اضيف الشرايح بتاعتي، ولو عايز اضيف على ايدي الشرايح بضغط على كنترول مع ام، وبعد كده بختار تخطيط مناسب للشريحة. يعني ايه بختار تخطيط مناسب للشريحة؟ زي ما لسه قايله لكم، في شريحة بتكون مخصصة انها يتكتب فيها عنوان بس، في شريحة بيتكتب فيها عنوان ونص، في شريحة بتكون شريحة فاضية، فانا بختار التخطيط الملائم. فبنقول ان تخطيط الشريحة هو كيفية ترتيب العناصر في الشريحة بتاعتي، والشريحة بتحتوي على عناصر نائبة وبتحتوي على تنسيقات ومواضع معينة. برنامج العروض التقديمية فيه 9 انواع من تخطيطات الشريحة، هنشوف مع بعض بقى 9 انواع دول. عندنا اول نوع شريحة تحتوي على عنوان ومكان لمحتوى النص، ودي اللي بنقول عليها السكشن هيدر، بيبقى فيها عنوان من فوق ومكان من اسفل بكتب فيها النص بتاعي، ده اول نوع اللي هو السكشن هيدر. النوع الثاني عندنا اسمه تايتل اند كونتنت، عنوان ومحتويات، دي شريحة بيبقى فيها عنوان وبيبقى فيها مكان للعنصر بتاعي بالمحتويات بتاعتي. شريحة النوع الثالث من التخطيط اسمه تايتل سلايد، ودي شريحة بيبقى فيها عنوان رئيسي وعنوان فرعي. النوع اللي بعد كده اسمه تايتل اونلي، اللي هو شريحة فيها عنوان بس، ما ينفعش اكتب فيها غير عنوان بس. الشريحة اللي بعدها اسمها الكومبريشن، الشريحة دي بيبقى فيها عنوان وفيها مكان لعنصرين، يعني عنوان رئيسي من فوق ومكان بيبقى فيه محتويات ومكان تاني برضو للمحتويات.
الشريحة اللي بعد كده تو كونتنت، دي بيبقى فيها عنوان رئيسي من فوق وبيبقى فيها محتوى أول ومحتوى تاني، بس المحتوى الأول والتاني بيكون بدون عنوان، غير الشريحة اللي قبل، غير نوع التخطيط اللي قبله على طول اللي كان بيبقى ليه عنوان. النوع اللي بعده اسمه بيكتشر ويز كابشن، وده بيبقى فيه شريحة فيها عنوان ومكان بحط فيه الصورة بتاعتي ومكان أسفل بحط فيه النص. النوع اللي بعد كده اسمه الكونتنت ويز كابشن، ده بيبقى فيها شريحة خاصة بالعنوان ومكان للنص في الجهة اليسرى، مكان في الشمال بكتب النص بتاعي ومكان بحط فيه المحتويات بتاعت الجهة اليمنى. ولما بقول معاكم محتويات، المقصود بالمحتويات ايه؟ المقصود بيها الجدول، الصورة، الفيديو، كل ده بنقول عليه محتويات اللي هي كونتكست. بعد كده عندنا الشريحة اللي هي بتبقى فاضية اللي هي بنقول عليها البلانك، دي التسع انواع من انواع تخطيط الشريحة. الجزء اللي بعد كده بنتكلم فيه عن استخدام التخطيط التلقائي، فبنقول لو احنا حطينا عناصر لا تلائم التخطيط الاصلي للشريحة فان البرنامج بيقوم بضبط التخطيط تلقائي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو حطيت تخطيط وحطيت فيه عنصر نائب واحد وحطيت فيه محتويات زي الجدول مثلا وادركت الصورة ولقيت بعد كده ان التخطيط ده مش مناسب، فبيقول لك ان البرنامج بيعدل التخطيط ده وبيعدل العنصر النائب اللي موجود فيه بحيث انه يصبح مناسب للنص اللي احنا هنكتبه. ما المقصود بالعناصر النائبة؟ احنا دلوقتي بنكتب في برنامج الباور، بنكتب في حاجة اسمها العنصر النائب. ايه المقصود بالعنصر النائب؟ العنصر النائب دي مربعات ذات حدود مظللة انا بقوم بكتابة النص بتاعي او بحط فيها المحتويات اللي انا عايزة احطها. فالعناصر النائبة هي مربعات ذات حدود مظللة زي النص، بيبقى شامل طبعا العنوان والنص الرئيسي والقوائم النقطية يعني الترقيم اللي انا بعمله، بيبقى شامل العناوين، الكائنات كمان زي الاشكال التلقائية والمخططات الهيكلية والجداول والرسومات البيانية والأفلام، كل العناصر اللي أنا بحطها في الشريحة. هندخل على التدريب العملي ونشوف الكلام ده بنشتغله إزاي. هضغط دلوقتي على التابة فايل وهنختار نيو، أنا بنشئ عرض تقديمي، ومن الجزء ده هختار كلمة بلانك بريزنتيشن يعني عرض تقديمي فارغ، وهضغط على كرييت يعني انشاء. هيجي لي العرض التقديمي بتاعي من التابة هوم، هختار نيو سلايد، ودي تخطيطات الشرايح اللي انا لسه قايلها من شوية اللي هم التسع انواع. هنختار النوع المناسب لينا، دول التسع انواع اللي احنا شرحناهم بالتفصيل زي ما انتوا شايفين وظاهرين قدامكم. انا مثلا هختار تايتل اونلي، شريحة عنوان فقط، وهقف وهكتب العنوان بتاعي، هكتب كلمة العروض التقديمية زي ما انتوا شايفين، وهروح للتابة هوم. لو انا عايزة اغير التخطيط، انا واقفة على تايتل اونلي، ممكن اخلي التخطيط بتاعي يكون عنوان ومحتوى، غيرت التخطيط فعلى طول اتعدل معايا للشكل المناسب. هنروح بعد كده من التابة هوم وهنختار نيو سلايد، شريحة جديدة علشان اعمل شريحة تانية زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. يبقى اذا انا انشأت عرض تقديمي جديد باستخدام الشرايح الفارغة، ده التمرين اللي انا اشتغلته معاكم. من التابة نيو فايل اخترت منها امر نيو، وبعدين انشأت العرض واخترت تخطيط الشريحة المناسب، وغيرت قدامكم كمان تخطيط الشريحة، غيرته لتخطيط تاني جديد. وكل ما بحب ازود شريحة في العرض التقديمي بضغط على نيو سلايد يعني شريحة جديدة، وبختار لها نوع من الانواع التسعة لتخطيط الشريحة. كده يبقى احنا انشأنا عرض تقديمي جديد باستخدام الشرائح الفارغة. هنشتغل على الطريقة التانية، انشاء عرض تقديمي باستخدام قالب التصميم، ودي الطريقة التانية اللي انا قلت لكم عليها. يبقى احنا كده عندنا طريقتين بنشئ بيها عرض تقديمي. الطريقة الاولى اللي اشتغلناها اللي هي عرض تقديمي باستخدام الشرايح الفارغة، والطريقة التانية اللي هي باستخدام قالب التصميم.
وهنشوف مع بعض ايه المقصود بقالب التصميم، لان دي تعريفات المفروض ان احنا بنبقى حافظينها كويس جدا علشان امتحان النظر. قالب التصميم ده عبارة عن ملف بيبقى فيه الانماط بتاعتي، بيبقى فيه كل التنسيقات وفي أنظمة الألوان، ومتصمم من قبل كده، وأنا بقدر أطبقه على الشريحة بتاعتي علشان يوفر فيها مظهر جذاب. ده اللي بنقول عليها قالب التصميم. علشان أنشئ عرض تقديم جديد بالاعتماد على قالب التصميم، برضو عندنا من التابة فايل، وبرضو بختار نفس الأمر بتاعي نيو، بس المرة دي من الجزء الخاص بالأفايلابل تمبلت. انا هضغط على التمبلت اللي انا عايزاه وهضغط على كرييت زي ما هنشوف مع بعض في العمل. ده التدريب بتاعنا، التدريب رقم 7، هننشئ عرض تقديمي جديد بالاعتماد على قالب التصميم. تعالوا نشوف مع بعض. من التابة فايل هضغط عليها، هختار نيو، من جزء الافايلابل تمبلتس اند ثيمز هروح اختار سيمبلت تمبلت، قوالب جاهزة. شايفين دي شكل القوالب اللي موجودة عندي، دي كلها قوالب جاهزة. اي قالب انت هتختاره حسب رأيك انت، تضغط عليه وتضغط على كرييت اي قالب يعجبك. جاب لي العرض اهو، ودي القوالب بتاعت الشرايح بتاعتي، خدت شكل القالب بالظبط. لو احنا عايزين نعدل بنقف كده زي ما انا هقف وعدل، ممكن امسح، ممكن اضيف زي ما انا عايزة. خلصت الاضافة والحذف وكل حاجة، هروح اعمل عملية سيف. عندي سيف وسيف از، هحفظ العرض بتاعي. فقدام الفايل نيم هنكتب الاسم اللي هنحفظ بيه العرض. طبعا انت بتكتب الاسم حسب ما انت عايز. هنا في السيف از طيب هحفظ بنوع ايه بالظبط؟ احنا عندنا انواع كتيرة زي اللي كانت موجودة عندنا في الوورد بالظبط. شايفين ممكن احفظه كمان على انه ملف بي دي اف. حددت الاسم، حددت النوع اللي هحفظ بيه، هروح اختار كمان مكان هحطه فين، على انهي بارتيشن على الجهاز، وهضغط على سيف. بقى عندي العرض بتاعي تم انشاؤه. في شريط العنوان زي ما انتوا شايفين اهو، في عنوان الملف اللي انا حفظته بيه، عنوان العرض التقديمي البرزنتيشن بتاعي. كده العرض اكتمل، واكتمل بطريقة سهلة جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده، دي طريقة بتكون مناسبة للناس اللي ما عندهاش خلفية، اللي ما بتعرفش تصمم مثلا، تختار التنسيقات، تختار الالوان بتاعتها. فده بيديني عرض متصمم، شرايح متصممة جاهزة بالاعتماد على القالب ومتنسقة، وكل اللي عليا ان انا بغير، امسح، اضيف، احذف، وفي الاخر بحفظ الشغل بتاعي زي ما حفظته معاكم دلوقتي. يبقى احنا كده خدنا الطريقتين اللي هم طرق انشاء العروض التقديمية. خدنا الطريقة الاولى اللي هي انشاء عرض تقديمي باستخدام الشرائح الفارغة، وخدنا الطريقة التانية اللي هي انشاء عرض تقديمي بالاعتماد على القوالب الجاهزة. هنتكلم بعد كده عن الفرق ما بين امر الحفظ اللي هو سيف، والامر حفظ باسم اللي هو سيف از، واحنا اخدناه قبل كده في الورد بالتفصيل. وهنا في الباور مفيش اي اختلاف، هو نفس الكلام اللي احنا قلناه في الورد. الفرق ما بين السيف والسيف از، عند الحفظ للمرات الاخرى فانا بحفظ بالامر سيف، وده بيحفظ لي الملف مره اخرى بنفس الاسم بعد ما بعدل عليه. اما لو احنا عايزين نغير في الاسم او عايزين نغير في المكان، فبختار الامر سيف از، وبيحفظ لي الملف بتاعي وبيدي امتداد بي بي تي اكس اللي هو برزنتيشن باور بوينت. يبقى ايه الفرق ما بين السيف والسيف از؟ لما بحفظ لاول مره مفيش فرق بين الاثنين، الاثنين بيعملوا لي عمليه حفظ. لكن بعد كده للمره الثانيه لما بحب احفظ البرزنتيشن بتاعي، انا عايزة اغير في الاسم بتاعي او عايزة اغير في المكان اللي انا حاطة فيه البرزنتيشن بتاعي، ففي الحالة دي هختار save as، حفظ باسم. ده الفرق ما بين الاثنين. هنا بيتكلم على ان البرنامج بيدعم انواع كتير من الملفات بيتعامل معاها، زي الملفات اللي ليها امتداد JPEG وJPG، والملفات اللي هي PDF، وكمان بيدعم صفحات الويب اللي هي الهتمل، بيدعم التعامل مع الفيديوهات والافلام.
كل الكلام ده والإصدارات القديمة ابتداء من الإصدار رقم اللي هو كان إصدار 97 سنة 97، ده اللي بيدعمها برنامج الباوربوينت. هنتكلم بعد كده عن إغلاق ملف العرض التقديمي وإغلاقه برضو بالضبط زي ما بغلق في برنامج الوورد، هغلق برنامج الباوربوينت، هضغط على مفاتيح كنترول مع F4 أو من التابة فايل بضغط على كلوز. طيب أنا أغلقت البرنامج بتاعي إزاي؟ أفتح الملف اللي أنا عملته قبل كده. الطريقة سهلة جدا، من التبويب فايل وبختار أوبن، أو إن أنا بضغط على أداة الفتح اللي بتبقى موجودة عندي في شريط أدوات الوصول السريع اللي احنا شرحناه من شوية، أو إن أنا بضغط على كنترول مع الأو. ده الكلام ده نظريا وهنشوفه مع بعض عملي. يبقى إيه إزاي أنا بفتح العرض التقديمي؟ بكم طريقة معايا، لإما من التابة فايل واختار أوبن، أو إن أنا بضغط على أداة الفتح اللي موجودة في شريط الكويك أكسس تول بار، أو إن أنا بضغط على مفاتيح كنترول مع الأو. دول ثلاث طرق بفتح بيهم برنامج العرض التقديم. هنشوف مع بعض التدريب. أنا عندي البرزنتيشن مفتوح أهو، من التابة فايل هننزل ونختار كلوز. قفلت البرزنتيشن بتاعي زي ما انتوا شايفين. او الطريقة التانية هروح اختار هنا الاوبن بعد ما قفلته من الكويك اكسس تول بار، وهنزل ادور على الملف بتاعي. الملف اهو، يبقى انا بعد ما قفلت الملف انا بفتحه، فتحته كده من الكويك اكسس تول بار. ممكن افتحه من التابة فايل زي ما اديتكم في النظري، من فايل هضغط على كلوز اهو، ومن فايل ومعايا الاوبن لو حبيت افتحه، ومن الاوبن عندنا في جزء الريسنت اللي هي الملفات اللي تم انشائها حديثا، ممكن ان انا افتحه من هنا. بختار الملف بتاعي بيبقى موجود قدامي اهو، هنزل ادور على الملف ومعايا السكرول بار اللي هي اعمدة الازاحة، وهضغط على الاوبن فتح لي الملف بتاعي. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي بنشئ عرض تقديمي باستخدام البوم الصور. من التابة انسيرت هنروح من جزء الايمج وهنختار فوتو البوم، ومن الجزء الخاص بيه الفايل والديسك هنا هضغط عليه، هروح احدد الصور بتاعتي اللي انا عايزة احطها في البوم الصور. طبعا انا بضغط ومعايا مفتاح كنترول اهو، هنحدد كل الصور بتاعتنا وهضغط على انسيرت كده. كده كل الصور اللي انا اخترتها ظهر معايا بالمنظر ده، شايفين الاربع صور اهم. كل صورة بقف عليها بتعمل لي عملية معينة بريفيو، شايفين، وكمان ممكن ان انا اتحكم في الصور، انقل صورة قبل صورة او اجيب صورة اسفل صورة، كمان ممكن اعمل ريموف امسح الصورة بتاعتي، وهنا بتحكم في الالوان وبتحكم في الاضاءة بتاعتي بالشرايط دي، وبضغط على كرييت عمل لي ألبوم للصور بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين اهو، فوتو ألبوم. هضغط على نمط العرض، عرض الشرايح علشان تتفرجوا عليه بشكل مكبر،